شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فشرعنا في الدرس الماضي تتميما لشرح أحاديث مثل الأحكام ما يتعلق في كتاب البيوع، وذكرنا أول حديث من الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في البيوع المنهي عنها، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة وعن الملامسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر أيضا يتضمن بيوعا جاء النهي عنها، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبة، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لبات، ولا تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا لفظ البخاري ومسلم. وعند مسلم في رواية: فهو بخير النظرين ثلاثا. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبعد هذا الحديث بنحو ثلاث أو أربعة أحاديث سيذكر حديثا آخر، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت: وما حاضر لباد؟ رواه مسلم بن كيسان الرابع عن ابن عباس. قلت: وما بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا الحديث فيه النهي عن تلقي الركبان وبيع وعن ان يبيع الحاضر للباد، فنضمه الى هذا الحديث حديث ابي هريره ونشرح الجميع. اما الحديث الاول فهو حديث ابي هريره وترجمته سبقت غير مره، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اسلم عام خيبر، مكثر في روايه الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب، وفاته سنة 57 وقيل 58 وقيل 59 إلى الهجرة. والحديث الثاني حديث ابن عباس أبو عبد الله ابن عباس ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صغار الصحابة الكرام عليهم الرضوان، ومن العبادلة الأربعة، أي الصحابة الذين اسمهم عبد الله وهم من صغار الصحابة ومن فقهائهم، وتأخرت وفاته، وهو من علماء وفقهاء الصحابة، وهو أيضا من المكثرين في رواية الحديث، عالم بالتفسير والتأويل،
وفاته سنة 68 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الحديث الأول تضمن النهي عن خمسة أنواع من البيوع، والحديث الثاني تضمن النهي عن نوعين وهما مذكوران في حديث أبي هريرة. فنشرح ألفاظ الحديث ثم نعالج على الخلاف في مسائل. يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الضبان، لا هنا ناهية، فهي تفيد النهي، والأصل في النهي أنه للتحريم. إذا جاء نص في الشرع فيه نهي فمفاده التحريم، إلا إذا دل دليل أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك. هذا قول جمهور أهل الأصول. لا تلقوا، والأصل لا تتلقوا، والفعل إذا كان تائيا مبدوء بالتاء ودخلت عليه تاء الافتعال أو تاء التأدية أو غيرها فيصح حذف إحدى التائين ويكتفى بتاء واحد. لا تتلقوا، حذف التاء صلى تلقوا الركبان. الركبان جمع ركب، والركب جمع راكب، فصار الركبان هو جمع الجمع، مفرده راكب ويجمع على ركب، وجمع الجمع ركبان. لا تلقوا الركبان، والمراد بالراكب راكب الدابة، لكن اللفظ خرج مخرج الغالب، يعني هذا حتى ولو جاء ماشيا فالحكم يشمله. لا يعني أن هذا النوع من البيع كما سيأتي بيانه خاص بمن جاء راكبا، ولو أنه اتصف بنفس الصفات لكن جاء ماشيا فلا يدخل في الحديث أو في النهي، لا، حتى الماشي يدخل. وجاء ذكر الركبان خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على الذي يأتي من بعيد بسلعة محملة أن يأتي راكبا، فلو افترض أنه جاء ماشيا فنقول يدخل في النهي. لا تلقوا الركبان، ما المقصود؟ المقصود به إذا جاء الرجل من بلد آخر أو من مدينة أخرى محملا بالسلع لينزل بها إلى السوق، فيعترضه التاجر في الطريق ويشتري عنه السلعة ليدخل بها السوق فيبيعها. مثال، عندنا هنا في حجوت سوق الغنم ولا لا؟ متى؟ الأحد بالوقت؟ الاثنين. وين يدور الجهة هذه؟ سنطرك. جهة سنطرك عند كاين سوق الغنم بالاثنين. ماذا يفعل التاجر؟ يروح يعرض الناس اللي يجيبوا السلع، يعرض له في الطريق، يحبس الشاحنة، قال شو عندك من راس؟ عندي 20 إلى 30، نديهم عليك كذا، يديهم هو ويدخل بهم السوق. فهذا قد تلقى الركبان، واضح؟ مفهوم النوع؟ لا تلقوا الركبان، هذا المقصود. لا يجوز أن تتلقى الركبان، هذا توضيحه، سيأتي بيان التفصيل فيه. لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. اللفظة الأولى لا تلقى الركبان جاء من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس وعن غيرهما، فهذا لفظ حديث جاء بألفاظ في مواضع أخرى ومن طرق أخرى مستفيض، طرقه متكاثرة.
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض أيضا، جاء من أحاديث كثيرة. وفي رواية مسلم: ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، لا يبيع، بالإخبار المقصود به النهي، الرجل على بيع أخيه. فإذا اشترى سلعة قلت أنا أبيعها بأقل، دخلت دكان اشتريت جوال ب20,000 دينار، فيجي الآخر يقول أنا أبيعه بأقل، وأنت لا تزال تتباين، يعني لا يزال عندك خيار المجلس أو خيار الشرط. ومثله الشراء، الشراء على شراء أخيك. إذا اشترى سلعة بكذا فتأتي عند البائع تقول أنا أشتريها منك بأزيد، لا يسوم على سوم أخي، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. التناجش مأخوذ من النجش أو النجش، والمراد به الاستثارة والتحريك وإثارة الرغبة. والنجس، النجش يطلق على الصياد. الصياد ماذا يفعل؟ يثير الفريسة بشيء فتطمع وترغب في ذاك الأمر، فإذا ما جاءت تأخذه اصطاده. هكذا التناجش، ولا تناجشوا. يأتي الرجل فيرى المشتري يريد أن يشتري سلعة من البائع، فيأتي هو الثاني يدخل بينهما ويصير يروج لهذه السلعة ويعطي بثمن أكثر ويزيد فيها حتى يستثير المشتري ويزيد من رغبته في البيع والشراء، في شراء السلع. هذا يسمى النجش، والنجش التناجش. مثل سوق السيارات، سوق السيارات هنا أيضا كذلك. ماذا يفعلون؟ كما ينقل من يعني يحبطون مثل هذه البيعات أو البيعات، واحد عنده سيارة ويتفق مع جماعة أو لا يتفق، يجي المشتري فيعطي 50، يجيهما يزيدوا فيها، واحد 50، واحد 50.5، 52، ويصير يذكر أشياء يرغب المشتري في السلام من باب أنه يأخذ أكثر، فيدخلون عليه الضرر. ممكن العكس، وهو إدخال الضرر على البائع، فيكون الاتفاق بين المشتري وجماعته 50، يجوهم يقول هذه ما تجيبش 48، والآخر يقول 46، وكذا يغضوا بمن البائع يعني يبيع ويخرج. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. قال الطاووس الراوي عن ابن عباس: قلت وما حاضر لباد؟ ما معنى لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. ما معنى السمسار؟ هو الذي يبيع السلعة لغيره أو يشتريها، يشتريها لغيره، يدخل به زوج. قال: أنت حب تشري دار، الله، يجي الأخ الواسطة يقول لك أنا شوفك، أنا أشتري دار، أو أنت حب تبيع سيارة، يجي ويقول لك أنا ببيع السيارة. فيكون سمسار الواسطة بين البائع والمشتري. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر لباد. ما معنى ماشي حاضر؟ ليس المعنى الحضري
ما يبيعش للبدوي يعطي له ثمن اللي سمعته أو العكس. المراد لا يكون له سمسارا، يعني البدوي الذي جاءنا من بعد من البادية أو من القرية أو حتى من مدينة أخرى لا يأتي صاحب البلدة يقول له هات السلعة وروح أنا بحق أنا أبيعها لك. لماذا؟ لأن ذاك الذي جاء بالسلعة ما لبلش لا يعرف سعر السوق، فإذا أخذها صاحب البلدة وباعها لعل صاحب الذي جاء بها يريد أن يبيعها بماذا؟ أن يبيعها بخمسين، لا يدري أن السوق راح طالع بمئة وخمسين فيأخذها هذا الحضري ويبيعها بمئة وخمسين ويعطيه خمسين، ضر صاحب السلع فلم يأخذ ثمنا باهظا وافرا، وضر جماعة السوق فأغلى عليهم السلع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق بعض الله بعضهم بعضهم بعضا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ولا تصروا الغنم تصروا بمعنى الحبس والمنع والجمع، تقول صريت الماء أو صريت الماء أي جمعته، فيكون المعنى لا تصروا الغنم أي لا تجمعوا اللبن في ضلعها، فإذا رأى المشتري قال هذه حلو وقيل لا تصبوا من التصرير وهو الربط أي ربط الضلع، الضلع يعني يجي إلى الضلع وين يجتمع الحليب فهي ربط، ما تحلبش الشاة الحليب تاع اليوم يجتمع وتاع غدوة يجتمع وتاع بعد غد يصير الضلع كبير ينزلها للسوق يشوفها المشتري يطمع يقول هذه حلو هاي الديار نخدم بها يعني يخدم الحليب يأخذها فإذا بها عجفة أو لا حليب لها أو ليس بذلك الوصف، فقال لا تصروا الغنم، وفي رواية والإبل ويلحق بها البقر، وإنما قال بعض العلماء لم تذكر البقر ها هنا لأنه لم تكن كثيرة في البلاد العدنانية الحجاز، ما عندهم البقر بكثرة، عندهم الغنم والإبل فلم يرد ذكرها، وإلا فإنها تلحق بالغنم والإبل ولا تصبوا الغنم. فمن ابتاعها الذي اشتراها فهو بخير النظرين مخير بين أمرين، بعد أن يحتلبها بعد أن يحتلبها بل حتى بعد أن يعلم أنها صريت كما سيأتي بيان، إن شاء أمسكها إن رضيها أمسكها. قال هذا البائع هذا كلفني وغدر ومكر وخدع لكن ما عليش أن يقابل هذا أمسكها إذا رضى أمسك وإن سخطها ما قبلش ردها يرد هذا الشاة أو الإبل أو البقر ويرد معها صاع من تمر يرد صاعا من تمر. هذه أنواع البيوع الخمسة المليئة لها تلقي الركبان بيع البيع على البيع ويدخل فيه الشراء على الشراء والسوم على السوم التناجش أو النجش بيع حاضر لباد تصرية
الغنم والبقر والإبل. وإذا نظرنا إلى هذه البيوع المنهي عنها ونريد أن نرجعها إلى ما ذكرناه سابقا في ماذا؟ فيما هو الأصل في البيوع المنهي عنها، ترجع إلى ماذا؟ إما إلى الربا، وإما إلى الغرر والجهالة، وإما إلى أمر يعود إليهما، أو ما قاله بعضهم إما لأنها عين محرمة، أو لما فيه من المكر والغش والخداع، أو لأنه فيه ربا، أو لأنه فيه غرر وجهالة. فإذا جئنا إلى تلقي الركبان فهذا فيه ماذا؟ فيه الغرر، وفيه الغش والخداع. النهي عن بيع على بيع الأخ أيضا فيه ماذا؟ الغش والخداع. النهي عن النجش فيه الغش والخداع. النهي عن بيع حاضر اللباد كذلك غش وخداع. وعن تصلية الإبل فيه التدليس والتلبيس وإخفاء العين. فرجعت إلى هذه الأصول التي ذكرناها. فبالنسبة للبيع الأول لا تلقوا الركبان، هذا بيع حرام عند جمهور العلماء. عند العلماء هذا البيع حرام، لا يجوز للإنسان أن يأتي فيتلقى الركبان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان وأن لا تباع سلع حتى ينزل بها إلى السوق، حتى ينزل بها إلى السوق. فلا يجوز أن يتلقى الركبان ويترك إلى أن يدخل بها إلى السوق. طيب، وهنا النهي عن تلقي الركبان سواء يخرج إليهم وهو قاصد الشراء منهم أو يخرج غير قاصد. إنسان خرج رايح في حاجة من حاجاته، فالطريق أتلاقى بواحد جاي بسلاح، هو ما خرج يقصد أن يتلقاه، وإنما خرج لقضاء شيء من شأن من الأمور، رايح الحمام ليغى يحمم، ألقى واحد جاي شاحنة محملة بالخضر أو الفاكهة أو التمور أو كذا أو الشياه ينزلها للسوق فيوقف، وهو لم يكن قاصدا ذلك، فهذا يدخل، فهذا داخل في النهي. إذا دخل بها صاحبها البلدة ولم ينزل بها السوق فلا يجوز أن يتلقى أيضا حتى ينزل بها إلى السوق. إذا نزل بها السوق فعند ذلك يبيع ويشتري. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أنه إذا دخل بها السوق عرف سعر السوق، وإذا كان عرف سعر السوق فهو ربما تكون قد كلفته أقل بكثير مما هو في السوق، وبالتالي إذا باعها بسعر مثل وفر الربح لنفسه، ولربما يبيعها بسعر أقل فينتفع الناس وأهل السوق ويذهب عنهم الضرر الموجود في غلاء هذا النوع من السلع. وهذا من حكمة الشريعة في هذه المعاملات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا أو يرزق بعضهم بعضا. فهذا النوع من البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو حرام، ولا يجوز أن يكون لا من البائع ولا من المبتاع، لا يجوز منهما جميعا مثل هذا الفعل. وهل إذا وقع
يكون صحيحا أو هو باطل؟ جمهور العلماء على أن هذا البيع يعد بيعا صحيحا، يعد ماذا؟ بيعا صحيحا. جمهور العلماء على أنه يعد بيعا صحيحا، لكنه يأثم الفاعل، ولكن يأثم الفاعل، وإذا وقع فانتقال السلعة إلى المشتري انتقال يصير يثبت بها الملك، وانتقال الثمن من المشتري للبائع يثبت ملكه له أيضا ويصح، لكن يأثم الفاعل، يأثم الفاعل. وذهب الحنابلة إلى أن هذا النوع من البيع يعد باطلا بشروط. الأول أن يعلم ذلك الفاعل له، أن يكون عالما بهذا. ثانيا أن يبيعه بخلاف سعر السوق، بخلاف سعر السوق. ثالثا أن يكون الناس بحاجة إلى هذه السلع. ورابعا أن يكون قاصدا لتلقي الركبة، يعني خرج قاصد لإيقاف أصحاب السلع في الطريق قبل أن يدخلوا بها السوق. أربع شروط: علمه بذلك، بيعه بأقل من سعر السوق، أن يكون الناس بحاجة إلى السلاح، وأن يكون قاصدا. فإن توفرت هذه الشروط فهذا يعد بيعا باطلا، وإلا فلا، وإلا فلا. وهذا الخلاف بين أهل العلم سببه هو ملاحظة ألفاظ ومعاني الحديث، فمن العلماء من راعى لفظ الحديث لا تلقوا الركبان فإنه لا يجوز، وبالتالي فيعد هذا النوع من البيع باطلا، يعد باطلا. وبعض العلم راعى في ذلك المعنى، وهو أن هذا الوصف المحرم ليس واقعا على ذات العقد، وإنما هو وصف خارج عن ذات العقد، فقالوا بصحة البيع مع إثم صاحبه، فقالوا بصحة البيع مع ماذا؟ مع إثم صاحبه. وقول الجمهور لا شك ولا ريب أنه أقوى، وهو أن البيع يعد صحيحا ويأثم الفاعل الذي فعل ذلك. ومراعاة بعض الشروط التي ذكرها الحنابلة له وجه، كان يكون للناس حاجة بذلك، وأن يكون قد باعها ليس بسعر السوق، هذه معاني لها أثرها، لكن يعني الحكم بصحة البيع الذي هو قول جمهور العلماء يظهر أقوى. إذا تلقي الراكب ومثله الماشي قلت،
بالسلع. ثم نزل السوق فوجدها بثمن غرض به فيه، ما الحكم؟ ما حكم البيع؟ ما حكم البيع؟ إنسان كما يفعل جماعة الخضرة جاي مشرف ولا هندفلة ولا بمدفع ولا كذا، وجاي سيارة معمرة بالطماطم ولا البطاطا ولا فاكيها ولا شيء منها، فيحبسوه في الطريق عند براشد ولا يحبسوه، يدي عليه كاع السلعة ويهبط على الحطبة ويبيع كما يشاء، يدير ولا لا؟ يدير هكا. طيب هو يبيع سلعته يجي راجع طرأ له شغل ولا راح الحطبة، يلقاها تتباع بسعر أغلى، كالخلص طماطم داوها عليهم بخمسمية كيلو ولا ألف راك الكيلو، يلقى تباع ثم في الجملة 5000 كيلو، يطلع الحساب يلقى مفروض لي. ما الحكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نزل صاحبها بالسوق فهو يعني لم يرضى ذلك فهو أحق بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل السوق فوجدها بسعر أغلى بحيث ترتب عليه الضرر فإنه ماذا؟ فإنه أحق بهذه السلعة، فله أن يرد الثمن ويأخذ سلعته. لرواية ابن مسلم: لا تلقوا الجلبة، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى السيد بالسوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلبة، فإذا تلقي فأتى سيده بالسوق فهو بالخيار. دخل السوق الجاء القابل يعني غرر به خدع، فهنا الصحيح أنه ماذا؟ بالخيار. فإذا شاء أمضى البيع وتركه، ويطالب بماذا؟ بالظلم الذي وقع عليه. وهنا يصح أن ندخله في نوع من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن، وهو ماذا؟ خيار الغبن، لأن الفقهاء في كتب الفقه يذكرون باب يسمونه باب الخيار، ويذكرون أنواع من الخيار، أنواع من الخيار، ويوصل الحنابلة إلى ثمان أنواع، ومنها خيار الغبن لأنه غبن. وإذا شاء أن لا يمضي البيع فلا يمضيه، فله أن لا يمضيه، فيقول: أنت خدعتني، هات أعطيني سلعتي وهو مالك، له الحق في ذلك، لكن الحق هذا شكون يعطيه ويحتضنه؟ هذا الحق شكون يعطيه ويحتضنه؟ ما كاش يعطيه، لأنه نظام الحسبة ما كاش، يقول لي المطرق يغلط، لقوي يديها، اللي عنده أعضاء بزاف يديها، لماذا؟ لأنه عقدت الشريعة، كاش نظام الحسبة غير موجود، نظام الحسبة غير موجود، أو الحسبة غير موجود، هذا النظام، نظام الحسبة، عند جماعة الليسانس تاع الشريعة يخرج يشد الحيط، ونقول ما عندوش خدمة، ما كانش خدمة. جماعة ليسانس تاع الشريعة كثر ولا لا؟ ورا واحد يبيع البن، واحد راه في مانفر، واحد سباق، واحد راسك سير شوف، وهكذا التخصصات الأخرى، ما عادش نهضرو في السياسة، وهكذا التخصصات الأخرى، لكن هؤلاء جعلهم نظام الحسبة، هذا ليسانس في الشريعة يعرف أحكام الشريعة، يجعل له نظام الحسبة وحط معه الشرطي ولا زوج ولا ثلاثة وحطه في السوق، ينقص عليه كل هذه المشاكل. الدبزة والضرب والمشاكل هذه، يقوم في السوق بنظام الحسبة ويثبت الحق الشرعي مع صاحبه. فإذا جاء مثل هذا وقال فلان هذا لقاني في الطريق وشرى علي وكذا وكذا، يثبت له خيار الغبن، أو إذا ثبت أنه قد تلقى الركبان فيقول: أنت بالخيار، إن شئت أمضي البيع ويعطيك الفارق، وإن شئت ترد البيع، أعطيه السلعة ويعطيك دراهمك.
فيقوم هذا النظام حسبة يقوم فيه رجل أو اثنين أو ثلاثة من أهل العلم والفضل ومعهم الشرط، لأنه إن الله جل وعلا يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن، لابد من علم والقوة أيضا. فإذا كان أفاده العلم اللهم بارك، إذا ما أفاده العلم فتجيء القوة، يعني يلزم بالقوة، يلزم ماذا بالقوة. أما دخل السوق ونصفه قال يا أخي كذا وكذا وكذا ممكن، يعني ما يسمح أصلا، وهذا إذا لم يشتمك أو يفعل أو كذا أو كذا. فهذا الحكم إذا تلقي ركبان فصاحب السلعة بالخيار، لا تلقوا الجلب، في رواية الجلب، فمن تلقي فنزل السوق فهو بالخيار، صاحب السلعة بالخيار. تلقي الركبان، هات أنواعه الآن، الأنواع المعروفة لها، أو جاي من بيوت فاه ولا من الخضرة هذه، يلاقوا عند سيجا قليعة يديله كل شيء ويروح يحطط بيبيع. مثله أيضا أمثلة أخرى، جماعة الاستيراد، جماعة الاستيراد الذين يستوردون السلع، يجيبها في الميناء يروح للتاجر يديها، يأخذها يأتي بها الذي يسكن خارج هذا البلد أو هو من هذا البلد، يروح يجيبها قبل ما ينزلها السوق يديها عليه في الميناء في الحمولة، اسمها هذه الحاوية، قبل أن تنزل بها السوق. ومثله أيضا في أخذ السلعة في المطار كذلك يلحق بهذا، فهذا نوع من البيع حرام ولا يجوز. واضح؟ مفهوم؟ صوره كثيرة وهي التي ذكرناها. نعم. الثاني وهو ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ها؟ النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، هذا أيضا حرام منهي عنه ولا يجوز. والحكمة في ذلك ما يدخل على قلب أخيه من الغيظ والبغض والكره والحقد والخصام والتنازع وغير ذلك. ولا شك أن المراد بيع المسلم على المسلم، لكن بيع المسلم على الكافر. أما الحربي فلا إشكال، فجائز لأنه حربي، يجوز قتله، حربي بيننا وبينه حرب. أما إذا لم يكن حربيا كالذمي، الذمي هو صاحب الكتاب الذي أعطيناه الأمان أن يعيش في بلدنا، أو المعاهد بيننا وبينه عهد، أو المستأمن الذي طلب الأمن فآمناه قدر ما يقضي حاجته ويخرج. فأثر العلماء على أن الذمي داخل، لعموم الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ومن العلماء من أخذ بظاهره ولفظه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، قال الذمي ليس بأخ لنا بل هو كافر وليس أخا للمسلمين. ومن أهل العلم من يرى أن جمهور العلماء على إدخال وإلحاق الذمي بالمسلم، قالوا لم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله تعالى. فإذا البيع على بيع الآخ أيضا لا يجوز، فإن وقع هل يصح أو هو باطل؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه صحيح مع الإثم، أنه صحيح
لكن مع ماذا؟ مع الإثم، مع الإثم. ومثل ذلك أيضا الشراء على شرائه، يعني أن يسوم على سومه، البيع على بيع الآخر. اشترى شيئا بمئة، فيأتي الآخر يقول أنا أبيعه لك بتسعين، ما دام في خيار المجلس، يعني ما زال في الدكان، شراء طالب الدراهم ادى السلعة، يجي يقول له فيه ادنو أنا بحدود 90، ما زال تفرقوش، قل له رب منديش، يعطي له 90. أو في مدة خيار الشرط، قال شيء ثاني كان هذا الشيء، لكن أعطيني الخيار 3 أيام، نتبايع ونعطيك الدراهم تعطيني السلعة، صار عندي الخيار 3 أيام، فكر فيها. في 3 أيام هذيك أو يومين أو كذا، يجي واحد آخر يقول له كيف أنت شيء تبدأ؟ أروح أنا بحق قلب، يروح يردها. لا يجوز هذا، هذا نوع حرام. وقال بعض العلماء حتى بعد انقضاء خيار المجلس وخيار الشرط، يعني شراه وباع وتفارقوا، هذاك راح الحال وهذا راح الحال، أو قال له أن فكر 3 أيام ومضات 3 أيام، فلا يجوز أن يأتي إليه يقول له أنت كان جيت عندي بحالك القلب، لأنه سيدخل الندم على ذاك المشتري أو البائع. وإن كان هنا البيع قد انقضى، لكن لا يجوز له أن يذهب فيلبس عليه لما يدخله على قلبه من الندم والأسف، ولربما يحمل بغضا وكراهية للذي باع أو اشترى منه. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، والمراد هو في هذا. وهذا النوع من البيع متى لا يجوز؟ ما دام وقع التراكم والميل. أما إذا كان قبل التراكم، يعني السيد عارض سلعته، جيت أنا أقول له 50، يبقى تردد ما زال، يجي أحد يقول أنا أزيد لك أنا 51، المزايدة هذا، فهذا جائز ما دام لا يوجد التراكم والميل على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن بيع المزايدة غير جائز لحديث نهى عن بيع المزايدة، وهذا حديث ضعيف، والصحيح جوازه بشرط أن لا يقع التراكم، أي ميل البائع للمشتري ومشتري للبائع، بحيث أن الصفقة راح تتم أو تمت وبقي شيء للترتيب فقط، فعند هذه الحالة لا يجوز. أما ما دام لم يقع مثل ذلك فهذا جائز، سواء في البيع والسوم والشراء. ومثله الخطبة أيضا، إذا وقع الميل والتراكم لا يجوز أن تدخل، لكن إذا لم يقع يجوز. يعني فلان أراد أن يتقدم إلى امرأة، فعلم أنه قد خطبت، لكن سأل ووجد أنه مجرد تكلم عنها ولم يكن ميل هذا لذاك ولا شيء، يجوز له أن يتقدم، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. لكن إذا وقع الميل والتراكم وقبلت به وقبل بها وذكرت الشروط وقع التمايل، لا يجوز أن يتقدم هنا. وجاء في الحديث ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لكن هذا إذا وقع التراكم والميل قبل ذلك يجوز، بدليل حديث سبيعة الأسلمية في حديث لها طويل، وأنها مات زوجها وكانت حاملا، ثم وضعت الحمل فتجمعت الخطاب الحديث، قال فيها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا تحللت فآذنيني، قال فلما تحللت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله خطبني أبو معاوية، خطب أبو جهل ومعاوية، خطبني معاوية وأبو جهل،
قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه، في رواية فضراب للنساء انكحي أسامة. قالت فكرهته، فقال انكحي أسامة، قالت فنكحته فكان له لي فيه خير واغتبطته. إذا خطب أبو جهل ومعاوية فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكح أسامة، صاروا كم؟ ثلاثة. لا يوجد هنا خطبة على خطبة الآخر، لا يوجد ميل أو تراكم. يستحيل أن يكون معاوية أبو جهل جاء في لحظة واحدة إليها، كل دق الباب قال أريد خطبة، ما فيه تقدم وتأخر، يعني كان قبل التراكم، قبل ميل هذا إلى ذاك والعكس، ها هنا جائز. أما إذا وقع التراكم والميل فلا يجوز، ولا يجعل بعضكم على ميل بعض. طيب، ولا تناجشوا إلى آخره، نؤخره لدرس لاحق. هل يلام هذا البائع على هذه البيعة باللوم إلا على الشاري المشتري يعني؟ لا، تلقوا الركبان لا يجوز، لا من البائع ولا من المشتري، ويلام الاثنين، يلام الاثنين. فإن قال القائل فإن كان لا يعلم، نقول يجب على من عمل عملا ما أن يعرف حكم الله فيه بالإجماع، وإن كان من فروض الكفاية فإنه يصير في حقه فرض عين، فرض عين. أنت الآن ما عندكش المال، لا يلزمك أن تعرف حكم الزكاة، لكن من الله عليك بالمال، تجارة جاءك المال أو ميراث، صار عندك مال، يجب عليك أن تعرف كيف تزكي. أنت الآن عملك التدريس، توقفت صرت تاجر، يجب عليك أن تعرف حكم التجارة. أنت الآن عازب ثم أردت التزوج، يجب أن تعرف حكم الزواج، ويا بد أن تعرف حكم الطلاق. فإذا جئت لتعمل عملا ما، وجب عليك أن تعرف أحكام الله فيه. نعم، إذا كان صاحب السلعة يعلم سعر السوق، فهل إذا تلقاه أحد هل يبيع له أم لا؟ هذه من الفروع، هذه من الفروع. لا تلقوا الركبان، هو جاي لكن يعرف سعر السوق. مثل الآن رافي بن متفائل اتصل بحطاطبة، سلام عليكم، قال شحال دار طماطم اليوم؟ دارت كذا، أو جاي في الطريق، في وسط الطريق يشدوه، قال نشروا عليه، قل لهم أنت اللي اتصلت بحطاطبة، قالوا لي دارت كذا، تدوها بذاك ولا؟ إذا هنا خرج من الإشكال، ها؟ باعتبار المعنى خرج. ومثله لو أنه باعه بسعر المثل أو أكثر، قالوا خرج، لكن ظاهر الحديث يبقى، فلا يجوز هذا، لا بد أن يتركه لينزل السوق، فلربما إذا نزل خفف عن الناس. سوق الجملة للخضر والفواكه يمسكون سلع الفلاحين في المستودعات ويبيعونها للمشتري الذي يقدم إلى السوق من كل جهة، ثم يأتي الفلاح إلى الشخص الذي وضع عنده السلع ليأخذ ماله، وينقص له من ماله نسبة 100% يأخذ له الشخص الذي باع له سلعته، وهذا قانون يعمل به في السوق، هذا جائز. هذا أجبت عنه هنا أول ما دخلت هذا البلدة، والذين أجبتهم صار ما يحضروش أصلا، ما نسبتهم في الفتوى. هذا جماعة الكاروات، وش يجي الفلاح؟ يجي الفلاح يعطي له السلعة، الفلاح يعطي له السلعة، يبيع حاله، هو اللي يبيع حاله، ومن بعد يبيع من عهد 8%. أولا هذا بيع حاضر لبعد، خليه هو يبيع، صاحبه هو الذي يبيعه، لكن هو لا، هو يتولى له بيعه. واحد. اثنين، هو يبيعها وليس يملكها، هي ملك غيره. الأمر الثالث، يدي منها 8%، يعني هو شريك، ما هوش خدام، شريك ما هوش خدام، ها؟
يحب الفلاح البح أو خشب صاحب الكار يدي 8% يدي 8%، فصارت غير إجارة ولا هي شراكة. هذا المحظور الثالث. المحظور الرابع دي ديروس ما الكاروات، الفلاح لما يكون مخصوص فيه دراهم يقول له روح أنا أعطيك دراهم بس أكيد وجد جيب الكارو عندي تديش بصر، وهذا نفع قرض جر نفع، هذا نوع من القرض الذي يجر النفع. ففيها أربعة محاذير، فيها أربعة محاذير. إذا قال إنسان صاحب الكارو شراها عن الفلاح، نقول شراها وباعها حيث شراها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أن يباع الطعام حيث يبتاع، سيأتينا الحديث نهى أن يبيع الطعام حيث يبتاع حتى يسوقه إلى رحله، حتى يجلي فيه الصاعان، حتى يستوفيه. فإذا قلنا اشتراها لا يجوز أن يبيعها هناك، يبيعها مكان آخر يأخذ بها من السوق، فهذا نوع من البيع غير جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الوقت ضيق بالنسبة لجماعة الإسلامية اليوم، لكن إن شاء الله غدا الأسبوع القادم إن شاء الله جماعة الإسلامية الأسبوع القادم يدير لهم حلقة.